صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: شاب يمنعه والده من حضور الدروس ويقول له: ما الفائدة من هذه الدروس؟ فما نصيحتك لوالد الشاب ونصيحتك للشاب كذلك؟ وهل يجوز له إذا لم يأذن له والده في حضور الدرس أن يعصيه ويحضر بدون إذنه؟ عليه أنه يبين للوالد فائدة الدرس. الوالد ما يدري، ويسمع أيضا باللي يقولون المتشددين، ولا يخاف على ولده أنه يروح مع ناس ما يعرف. يبين للوالد وين هو فيه الدرس، ومن هو الذي يدرس، وما هو الكتاب الذي هو يقرأ، ويبين له الطلاب اللي هو يحضر معهم. فإذا بين له ما أظن الوالد بيمنع، إنما الوالد إذا كان ما يدري فهو يخاف على ابنه، فعليه أنه يقنع والده ويبين له ويأتيه بالطريقة السهلة ويرضيه ولا يستعجل. وأنا أظن أن الوالد إن شاء الله سيسمح له. نعم.